أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، اعلموا أن كبائر الذنوب هي سبب كل شقاء وشر وعذاب في الدنيا والآخرة. وشر الذنوب والمعاصي ما عظم ضرره وزاد خطره، وإن من كبائر الذنوب والمعاصي الغيبة والنميمة، تلك الظاهرة التي انتشرت فينا كما تنتشر النار في الهشيم، وقد حرمها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا؟ لأنها تفسد القلوب وتسود الصدور وتباعد بينها وتزرع الشرور وتورث الفتن وتجر إلى عظيم من الموبقات والمهلكات، وتوقع بصاحبها الندم في وقت لا ينفعه الندم، وتوسع شقة الخلاف، وتنبت الحقد والحسد، وتجلب العداوات بين البيوت والجيران والأقرباء، وتنقص الحسنات وتزيد بها السيئات، وتقود إلى الهوان والمذلة، بل وإلى النار نعوذ بالله من ذلك. الغيبة والنميمة عار ونار، صاحبها ممقوت، وعلى غير الجميل يموت، تنفر منه القلوب وتكثر فيه العيوب، وقد نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذا النهي عباد الله الذي في الآية غاية من التنفير من الغيبة، فقد شبه الله عز وجل المغتاب للمسلم بأنه يأكل لحم أخيه ميتا. فإذا كان المغتاب يكره أكل لحم أخيه وهو ميت وينفر منه أشد النفور، فلا يأكل لحمه وهو حي بالغيبة والنميمة، فإن الغيبة كأكل لحمه حيا، ولو تفكر هذا في هذا التشبيه لكان زاجرا، ولو تفكر الناس في هذا التشبيه لكان زاجرا عن الغيبة كافيا في البعد عنها. ومن ذلك يقول العلماء: هذا التشبيه هو أن يموت أخوك المسلم فيوضع وهو ميت في غرفة، فتدخل أنت وتغلق الأبواب، وتكون أنت وذلك الميت في جلسة واحدة في غرفة واحدة، وبدل أن تترحم عليه أو تبكي عليه أو تغسله أو تتعظ بموته، فإذا بك تأخذ سكينا وتنهش من لحمه وتأكل منه. أتدرون هذه الصورة كيف هي؟ هذه الصورة، هذه الصورة هي الغيبة. هكذا شبه الله تبارك وتعالى الغيبة، نسأل الله السلامة والعافية. الغيبة عباد الله، وهو مما يقع فيه كثير من الناس من الأخطاء، هو ذكرك المسلم، ذكرك لأخيك المسلم بما يكره في حال غيبته. ولو شئت أن تتصور الأمر وتتصور حقيقة الغيبة، قل في نفسك: هل هذا فلان إن كان جالسا معنا الآن في المجلس، هل أتكلم أنا بما أتكلم به الآن وهو غائب؟ هذه هي الغيبة. هل يكره إذا سمعك وتقول هذا الكلام؟ هل سيفرح أم سينزعج ويتسخط من كلامك إذا تكلمت بهذا الكلام؟ هذه هي الغيبة. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر وهو يخطب الناس بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فاحفظوا عباد الله، احفظوا ألسنتكم من هذه الغيبة. فاحفظوا عباد الله ألسنتكم من هذه الغيبة الشنيعة ومن هذه المعصية الوضيعة، فقد فاز من حفظ لسانه من الزلات وألزم جوارحه الطاعات، فيكون بذلك محافظا على الحسنات. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أي يضمن فرجه ولسانه.
وعن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجت؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. واحذروا يا عباد الله، احذروا من عثرات اللسان، ولا تطلقوا له العنان، فإن اللسان يوقع في الموبقات والدركات، ويورث الحسرات والآفات. فعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. مستحيل، وألف ألف مستحيل، أن يكون رجل صالح ويكون لسانه قبيحا، نسأل الله السلامة. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. وهو العظيم الأسباب التي تدخل الجنة وتباعد عن النار. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا جل المسلمين يستطيعونه. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ انتقل من الفرائض إلى النوافل. قال: الصوم جنة تطوع، والصدقة تطفئ الخطيئة تطوع، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل تطوع. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هل سمعتم كيف بنى له طريق الجنة؟ فرائض زائد نوافل، انتهى البنيان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، تتويج للبنيان؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله حتى لا يفسد ولا ينهدم البنيان؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا اللسان. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس أو يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود. فلا تستسهل أيها المسلم، لا تستسهل إثم الغيبة لكثرة انتشارها، ولا تستصغر شأنها ولا تحتقرها، فذنبها عظيم وخطرها جسيم، فإنها توجب غضب الرب العظيم. قال الله تعالى: ولا تحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد كان أبو بكر فيما يروى عنه يأخذ بلسانه ويقول: وهو من هذا الذي أوقعني وأرداني في المهالك؟ لتواضعه رضي الله عنه وشدة محاسبته لنفسه. فالغيبة فشى ضررها في هذه الأيام، وكثر خطرها، وصارت مائدة المجالس، وفاكهة المسامرة، وتنفيس الغضب والحقد والحسد. وقد يظن المغتاب أنه يستر بالغيبة عيوبه، وأنه يضر من اغتابه، وما علم أن أضرار الغيبة وشرورها على صاحبها. فإن المغتاب ظالم، والمتكلم فيه مظلوم، ويوم القيامة يوقف الظالم والمظلوم بين يدي الله الحكم العدل، ويناشد المظلوم ربه مظلمته، فيعطي الله المظلوم من هذا المغتاب الظالم حسنات، أو يضع من سيئات المظلوم فيطرحها على المغتاب بقدر مظلمة الغيبة. في يوم لا يعطي والد ولده حسنة، ولا صديق حميم يعطي صديقه حسنة، كل يقول نفسي نفسي. وفي الحديث: الربا نيف وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه، أي في ظهر الغيب، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فانهوا المغتابين عن أعراض المسلمين، وذكروهم بالله تبارك وتعالى أن يتمادوا في معصيته.
فإن لكل قول حسابا عند الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والداء الثاني الداء الخبيث، داء يدل على سم يتقطر من ألسنة المغتابين والنمامين، إنها النميمة عباد الله. النميمة أخت الغيبة وهي أشد منها. النميمة داء وبيل وشر خطير يولد أعظم الشرور وينتج أشد المفاسد. كم أدميت به من أفئدة وقرحت من أكابد وقطعت من أرحام وقتل من أبرياء وعذب مظلومون وطلقت النساء وقذفت المحصنات وانتهكت الأعراض وتفككت الأسر وهدمت البيوت. بل كم أوقدت به من فتن وأثيرت نعرات على مستوى الأفراد والأسر والبلدان والأقاليم، ففسدت العلاقات وساءت الظنون، ولم يدع مقترفها هذا الداء للصلح موضعا ولا للود مكانا. مرض خطير هذه النميمة، مرض خطير من أمراض القلوب وآفات اللسان وأدواء المجتمعات. وعصرنا في إعلامه واتصالاته ومواصلاته ساعد على انتشاره وزاد في آثاره. هل عرفتهم يا عرفتم كيف أن الناس ينتقلون بالهواتف اليوم ويصورون ويفعلون وينممون وينشرون ويبعثون؟ كل ذلك مرض، مرض الوشاية والسعاية وبلاء النميمة وقالة السوء، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بدليل أن هذا الإنسان فاسد يريد الإفساد وزرع الأحقاد وبث الضغائن. النميمة رأس الغدر وأساس الشر، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. صفات متوالية ونعوت متتابعة، كل خصلة هي أشد من الأخرى. حلاف كثير الحلف لأنه يعلم من نفسه عدم صدقه وشك الناس فيه وانتزاع الثقة منه. مهين حقير ولو بدا نظير الهيئة بهي الطلعة، لأنه لم يكرم نفسه في داخله ولم يقدر الناس حق قدرهم. والمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان ذا جاه أو مال أو جمال. هماز غماز باللحظ واللفظ والإشارة والحضور والغيبة، سريع في نقل الأخبار وزرع الأشرار، مناع للخير عن نفسه وعن غيره، معتد متجاوز للحق والعدل والإنصاف، فضلا عن أن يكون من أهل الإحسان ونشر الخير والمحبة، أثيم واقع في المحرمات، والغ في المعاصي، عتل فظ قاسي مكروه ولو بدا فيه لطف متصنع ورقة متكلفة. لذلك فإن كثيرا ما نسمع من النمام أنه يقول ما أريد لك إلا الخير. زنيم شرير يحب الإيذاء ويستمتع ببذل الشر وزرع الأحقاد. إن النمام يا معاشر الأحبة ذو وجهين، يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، متلون حسب المواقف والمصالح. ما دفعه إلا عداوة وبغضاء أو مشاركة أصحاب السوء ورفاق الرذيلة أو حب التحدث أو التزين في المجالس بأعراض الناس أو إرادة السوء بمن حكى عنهم ووقع فيهم. الواشي والنمام ينسى نفسه ويشتغل بعيوب غيره، إن علم خيرا أخفاه وإن درى بشر أفشاه، وإن لم يعلم هذا ولا ذاك امتطى مطية الكذب والبهتان، وبئس مطية الكذب زعموا. الواشون النمامون لقد باعوا دينهم بدنيا غيرهم ورضا الناس بسخط الله، تملكوا الناس ولم يخافوا الله، لا يألون الأمة خسفا والأمانة تضيعا والأعراض انتهاكا وتقطيعا. النمام لسانه حلو وقلبه يلتهب، يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لا يعرف للشهامة سبيلا ولا للمروءة طريقا. كم حمل هذا النمام من الأوزار والآثام والخطايا، وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين وهما يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، متفق عليه. وفي الحديث عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم
ألا أنبئكم أو أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وفي الحديث الآخر تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ويقول أبو هريرة: النمام شر خلق الله. نسأل الله السلامة والعافية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله والمصطفى المجتبى عليه الصلوات والسلام يوم القيامة وفي الدنيا. وقد أجمعت الأمة عباد الله على تحريم النميمة، فهي من أعظم الذنوب والكبائر كما هو في الأحاديث والآيات. وفي الحديث: شر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، للبراء العنت، الذين يبغون ويريدون للبراء العنت والفساد. وهؤلاء كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم باغون، أي بمعنى أن قلوبهم والعياذ بالله ليس فيها خير، وأنها لا تبغي إلا الشر. النميمة عباد الله مبنية على الكذب والحسد والنفاق، وهذه أثاث الذل، وكفى بذلك قبحا وذما وسوءا. النمام يبني حياته على ثلاثة أشياء، ووالله لا يوجد شيء آخر ولا توجد صورة أخرى إلا أنه كذاب وإنه حسود ومنافق. النميمة من شر ما منيت به الفضائل ورزئت به العلاقات. والنميمة وقاكم الله منها تكون بالقول وبالكتابة وبالرمز وبالإشارة وبالإيماء. ويل لكل همزة لمزة. النميمة تقع بين الأسر والأزواج، تضرم النار في البيوت العامرة وتنشر الفرقة في الأسر الكريمة، توغر الصدور وتقطع الأرحام، وتقع في الموظفين والمسؤولين وأصحاب الأعمال في الشركات والمؤسسات بقصد إلحاق الضرر والحرمان من المستحقات والوظائف والمناصب. وليحذر الكبراء والوجهاء والعلماء من بعض الجلساء ممن قلت ديانته وضعفت أمانته، الذين يرضون الناس بسخط الله. فعلى هؤلاء الفضلاء الكرماء والدعاة وغيرهم التثبت فيما ينقل من المراهقين، والتمحيص فيما يقال من حدثاء الأسنان، حتى لا تبسط أيد وتقوى أطماع، ومن ثم تحل العقوبة بالأبرياء وتؤكل أموال الضعفاء وتضيع الدعوة لله. ومن أهم ما يجب التنبه إليه والتحذير منه والتمعن فيه ما تتناقله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من نشر الفضائح ونشر المواد العلمية، وما يكتبه بعض الكاتبين من قال فلان وأخبر فلان وعن مصدر رسمي وغير ذلك من الفضائح وغيرها. ومن ذلك ما يمارسه بعض الناس في هذه الوسائل ما يعرف بالتعليقات والتحريرات والأخبار والمتابعات والأحداث، فهي لا تخلو من وشاية وسعاية وتحريف على جهة الغمز واللمز والطعن المباشر وغير المباشر، مما يثير الفتن ويثير النعرات الإقليمية والمذهبية والجهوية والسياسية وغير ذلك من أكاذيب وأراجيف وظنون لا تقف عند حد. وخاصة في أيام الحروب والفتن واضطراب الأحوال وظروف الشائعات يعظم الأمر ويشتد الخطب، ما يدعو إلى مزيد من الحيطة والحذر والتحري كما أمرنا الله تبارك وتعالى. ناهيكم بما تبلغه هذه الكلمات والتعليقات بالوشاية والنمنمات تبلغه في أصقاع الدنيا وآفاقها، وقد ركبت القاعدة الظالمة: الغاية تبرر الوسيلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، ومن حملت إليه النميمة أو بلغته الوشاية أو حضر مجلس نمام خبيث أو سمعه فينبغي ألا يصدقه، فإنما هو فاسق. وهذا أقل الأشياء قبل أن نقول له لابد أن تزجره وأن تشنع عليه. وقد قال الله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كما يجب بغض هذه المسالك وهذا السالك والنفرة منه، فهو معصية من أكبر المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب. ولا تنسوا السامع كالقائل، والأجمل بالمسلم
والأجدار ألا يسيء الظن بأخيه الذي نقل عنه الكلام، ثم إذا سمع كلاما أو بلغه حديث فلان فلا يتجسس ولا يتتبع، وليحذر أن يكون نماما ليحكي ما بلغه وينقل ما سمعه، ومن قبل ذلك وبعده فليتق الله ولينصح ولينكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فالخطر عظيم والأثر جسيم، نصحا لإخوانه وحبا لهم وشفقة عليهم، فيسعى في كل ما يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويحفظ المودة وينبذ الفرقة ويجنب البغضاء. سعى رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل آخر، فقال علي رضي الله عنه: يا هذا، إن كنت صادقا فقد مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت الإقالة أقلناك، أي سامحناك. فقال: أقلني يا أمير المؤمنين. وهذا قد نشر أو نقل كلاما لعلي بن أبي طالب. وسعى رجل بالليث بن سعد صاحب مالك إلى والي مصر، فبعث الوالي إلى الليث، فلما دخل عليه قال الوالي: يا أبا الحارث، إن هذا أبلغني عنك كذا وكذا. فقال الليث: سله أصلح الله الأمير عما أبلغك، أهو شيء ائتمناه عليه فخاننا فيه فما ينبغي أن تقبل من خائن، أو شيء كذب علينا فيه فما ينبغي أن تقبل من كاذب؟ فقال الوالي: صدقت يا أبا الحارث. وجاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. فقال: أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ عباد الله، كم جرت هذه الصفة الذميمة النميمة على كثير من الأبرياء والغافلين طاهر القلوب سليمي الصدور، كم جرت من مآس، وكم قضت على أنفس وسلبت من أموال، وكم شتتت من أسر، وأوقعت من علماء، وأخرجت من ديار، وجلبت من محن، واغبرت بصالحين مطمئنين، وحرمت أطفالا وأمهات من أسرهم وأهليهم، قطعت أرزاقا ومنعت نفقات بدون جناية اقترفوها بل بوشاية كانوا ضحيتها. فإخوانك أيها المسلم من إذا فارقتهم حفظوك، وإذا غبت عنهم لم يعيبوك، ومبلغك الشر كباغيه لك، ومن أطاع الواشي أضاع الصديق، ومن نمى لك نمى عليك، ومن بلغك السب فقد سبك، وشر من الساعي من أنصت إليه، ولو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك. أما ما نقل عنه الكلام فهو أولى بحلمك وصفحك، لأنه لم يقابلك بالسوء والشتم. ويكفيكم في ذلك قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن أحد من أصحابي عن أحد شيئا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا إيش قال لهم، قال لهم: ما تجوش تحكوا لي على الناس، ما تحكيوا ليش على الناس حوايج. قال لهم: لا يبلغن أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. خلوا الصدور نظيفة، خلوا صدور الناس نظيفة. فالعاقل يغضي عما ينقله الوشاة، ويتحاشى عما لا يليق بأهل العقل والحكمة. فإن إذ عند التأمل والنظر ترى أن قصد النمام إلى المخبر أكثر من قصده إلى المخبر به، فاللوم على من أعلمك لا من كلمك. قيل لأم الدرداء: إن رجلا نال منك عند عبد الله بن مروان، فقالت: إن اتهمنا بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. على أنه عباد الله أنه من نقل إليه من أخيه نميمة فلا مانع أن يعاتبه على الهفوة، ويقبل عذره إذا اعتذر من غير تعنيف في العتاب، ومن ثم توطين النفس على الإكثار من الشكر عند الحفاظ والصبر عند الضياع، والرفق بالجاني عتاب، والصفح من شيم الأحرار. ألا فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في ألسنتكم لئلا تدخلكم النار، وقال الله وإياكم من حرها. وحافظوا على أخوة الإسلام ورابطة الإيمان، حافظوا على أسركم وعلاقاتكم، فمن أراد أن يسلم من الإثم ويبقى له ود الإخوان فلا يقبل قول أحد في أحد، فقد أحب قوم بقول قوم وأبغضوه بقول آخرين، فأصبحوا على ما سمعوا من ذلك نادمين. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، وأن يغفر لنا ولجميع إخواننا الذين افتبناهم وظلمناهم. نسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يؤلف بين قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظف صدورنا. اللهم يا رب يا كريم يا عزيز يا قوي، انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم نصيرا وعونا يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم آويهم وأطعمهم واسقهم يا رب العالمين.
اللهم اجمع شملهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم قوهم في أسلحتهم وفي قلوبهم وفي إيمانهم، اللهم امددهم بمدد من السماء، اللهم امددهم بمدد من السماء، اللهم امددهم بمدد من السماء. اللهم عليك بمن، اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن خذلهم. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ارحم إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم ارحم إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم تقبل موتهم في الشهداء، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم انصر مجاهديهم يا رب العالمين، اللهم حرر أرضهم، اللهم حرر أرضهم، اللهم حرر أرضهم، إنك أنت القوي العزيز يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. استووا أقيموا صفوفكم، نذكركم بدرس المساء إن شاء الله اليوم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.